انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بمبادرة شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. أطلقت المؤسسة كثيرا من المبادرات الريادية المعنية بقضايا التنمية ودعم القواعد المعرفية ودعم نشاطات البحث والتطوير والنشر والترجمة بهدف تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة المعرفية. برنامج دبي الدولي للكتابة، يهدف البرنامج إلى تشجيع وتمكين المواهب الشابة ممن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجالات المعرفة من العلوم والبحوث إلى الأدب والرواية والشعر والوصول بهم إلى العالم التي تقرأ باغة قيمة ومختارة من الكتب الشهيرة على المستوى العالمي تم ترجمتها إلى اللغة العربية، وتغطي مجموعة الكتب موضوعات متنوعة. تم توزيع باقة من الكتب الشهيرة على الأسر المستهدفة في دولة الإمارات. كتاب في دقائق، ملخصات باللغة العربية لمجموعة من أهم المؤلفات وأفضل الكتب العالمية التي ترجمتها المؤسسة إلى اللغة العربية ضمن مختلف مجالات الحياة، بما يوفر للقراء خلاصة فكر الكتاب والمؤلفين في دقائق معدودة. مبادرة استراحة السيدات، نادي كتاب لجميع السيدات بمختلف تواجهاتهم في دولة الإمارات والعالم العربي للمشاركة في قراءة مختلف الكتب ومناقشتها والتواصل مع مؤلفيها.